الصراع للبقاء والعيش مع دوامة الحرب لم يمنع اللاجئات السوريات من دفن ذكرياتهن الأليمة والاستمرار في الكفاح. التقينا في اللجوء والتقت دوافعهن في الغربة. في لبنان السيدة السورية هي رجل العائلة، هي من يتكفل بجميع متطلبات واحتياجات أسرتها. تعودنا على الاعتماد على الذات في ظروف قاهرة وصعبة. هلأ هون بهالوضع اللي نحن فيه أنا بقول له لأولادي هلأ أنا رجل العائلة. وسط مبنى يوصف بالأقل من المتواضع تتلقى اللاجئات دروس اللغة المرتجلة إضافة إلى 6 ساعات عمل في فرز القمامة كجزء من حياتهن الجديدة. تتلمذت تلك اللاجئات على يد متطوعة من هولندا، تعلمنا منها أساسيات اللغة كي يستطعن توفير متطلبات سوق العمل اللبناني. مالك مصنع إعادة التدوير، ورغم الصعاب التي تمر بها شركته إلا أنه أبدى تعاطفه مع اللاجئات. نهاية كل شهر لا تفكر العائلات السورية في لبنان سوى بتوفير متطلبات الحياة الأساسية فقط، ويحتضن لبنان نسبة 34% من أعداد السوريين المسجلة لدى مفوضية شؤون اللاجئين. المشاكل اللي بيواجهوها بطبيعة الحال هي أهم مشاكل مادية، إنه يدفعوا الأجار مثلاً بآخر الشهر. إضافة إلى ذلك في كثير من الأمهات بيعتلوا هم تعليم أطفالهم بلبنان وأولادهم. رغم الضرر ولوعة الاغتراب عن الوطن إلا أن اللاجئات السوريات اكتسبن استقلالية وتكونت لديهن شخصيات قوية حتمتها عليهن ظروف الحرب والنزاع. روان حمزة، العربية.